الدولار رجع زاد تاني بعد انخفاضه بعد قرار التعويم من اعلى نقطة ليه 51 جنيه، واستقر في نهاية التعاملات امبارح الثلاث عند 48 جنيه. ايه اللي حصل وايه اخر سعر ممكن الدولار يوصل له وامتى؟ بانكير نبض البنوك. طبعا قبل قرارات التعويم كان معروف ان في اكتر من سعر للدولار، بدايه من سعر البنوك الثابت وسعر دولار الذهب والحديد، وضيف عليهم سعر تاني للدولار الجمارك والاستيراد ودولار السوق السوداء، وده اللي كان عامل الفوضى في الاسعار والاسواق. بعد قرار تحرير سعر الصرف الوضع اختلف تماما، وانتهت السوق السوداء للدولار تقريبا، وبقى سعر العمله الامريكيه حر في البنوك حسب العرض والطلب. ولان العمله بتخضع للعرض والطلب دلوقتي، يبقى مصيرها في ايد الاسواق، مش تحت السيطره او تحكم البنك المركزي او الحكومه او اي جهه. وان عمليه السيطره الوحيده على الدولار من خلال حاجه واحده بس، هي توفير معروض مناسب واكتر من الطلب على العمله، وبكده الدولار هينزل قدام الجنيه. فعشان تبقى عارف اي زياده في سعر الدولار في البنوك دلوقتي، ان في حاجتين حصلوا. اولها ان السحب على الدولار او الطلب زاد، وفي نفس الوقت في نقص في المعروض او اسباب تانية ليها علاقه بازمات اقتصاديه، واحنا لسه ما وصلناش المرحله دي، وطلوع ونزول الدولار بمستويات بسيطه. ده غير ان مسألة التدفقات الدولارية دي محسومة وهتدخل البلد لأنها باتفاقيات، سواء قرض صندوق النقد الدولي أو التمويلات الأوروبية أو حصيلة الاستثمارات الأوروبية. ده غير إن الدولة فككت جزء كبير من أزمة الدولار بحل أزمة الإفراجات الجمركية، وده ساعد في تقليل الطلب على الدولار رغم إن الدولة دفعت مبلغ محترم علشان تفرج عن البضائع. كمان الدولة دفعت 20% من مستحقات شركات البترول العالمية، وكل ده بالدولار، بخلاف إجراءات تانية لتعظيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع علشان يبقى في أمان اقتصادي أكتر في البلد، والدولة تتحكم أكتر في الأسواق عشان الأمور ما تخرجش عن السيطرة. اللي عايزين نقوله إن الدولار لسه تحت السيطرة، وإن سعره يرفع حتى فوق الخمسين جنيه ده شيء عادي جدا، وبيكون ساعتها حكم السوق، لأنه بعدها بنص ساعة ممكن يرجع لأربعين جنيه تاني. وهي زي ما قلنا تداولات بيحكمها السوق مش الحكومة بس، أهم حاجة تكون الدولة عاملة حسابها كويس جدا إن ما يحصلش أزمات في تدفق العملة الأمريكية للسوق المصري والبنوك، وهنا بس ممكن نخاف إن الدولار يرجع يزيد من تاني. أنا أشرقت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.